النسخة الأولى من المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين. هذه مبادرة خدها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بتداول ومشاركة شبيبة الاتحادية وبمعية أصدقائنا من شبكة مينا لاتينا اللي هي شبكة من التقدميين الشباب من ضفتي جنوب الأطلسي، يعني أمريكا اللاتينية جزء من إفريقيا وشمال إفريقيا والعالم العربي. لماذا هذه المبادرة؟ لأننا احنا نشيطين كحزب على الساحة الدولية، كنتمي لمنتظمات أممية مهمة، أممية الاشتراكية، الرابطة التقدمية، شبيبتنا عضو قديم في اليوزي اللي هي الاتحاد الشباب الاشتراكيين العالمي، ولكن اكتشفنا بأن هذه المنتظمات هذه كتوفر فضاء للتداول بين السياسيين الحزبيين بغض النظر عن تأثيرهم من عدمه في السياسة العمومية بشكل مباشر، في حين أن الذي يؤثر مباشرة في السياسة العمومية هو أعضاء البرلمان أو مجلس الشيوخ بعض الدول، الكونغرس كل واحد كيسميها، ولكن هي ممثلي الأمة نساء ورجالا سواء كانوا في المعارضة أو في الأغلبية. إذا احنا ارتأينا بأن هذه الشخصيات هذه اللي كتأثر في السياسة العمومية ديال دولها هي اللي تكون عندها فرصة أنها تلتقي وتشوف وجهات النظر من مختلف القارات. احنا اليوم عندنا تمثيلية ديال أوروبا، أمريكا اللاتينية، إفريقيا، العالم العربي، وكاين عندنا أكثر من 34 دولة، 70 مشارك أجنبي، 30 مشارك مغربي. يعني الفكرة هي نوفروا هذا الفضاء ديال التعرف على بعضنا البعض وأننا نفهموا الإشكاليات والمظاهر من وجهة نظر الآخر، الشيء اللي كيسمح أنه غدا من غد ليه ملي كتكون شي أزمة ثنائية مع شي دولة أو لا شي أزمة إقليمية كيكونوا قنوات ديال التواصل وناس اللي يمكن يسمعوا ليك ويسمعوا للرأي الآخر. هذا المنتدى فكرنا فيه كحزب اتحاد الشراكه للقوات الشعبيه وكفريق اشتراكي للمعارضه الاتحاديه وكشبكه ديال مينا لاتينا بعد الزياره الاخيره اللي قاموا بها مجموعه من البرلمانيين الشباب في مارس 2023، واللي كانت زياره ميدانيه اللي عرفت لقاءات كثيره، يعني لقاءات مع رئيس البرلمان، لقاءات على مستوى الخارجيه المغربيه. ومن ذاك المنطلق يعني من ديك الزياره الميدانيه فكرنا هو علاش لا ما نديروش واحد التنظيم دولي خاص بالبرلمانيين الشباب اللي هما اقل من 35 سنه. فكانت هذه المبادره من طبيعه الحال بمبادره من الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه ومن شبكه مينا لاتينا والفريق الشراكي والشبيبه الاتحاديه من اجل التواصل مع الشركاء ديالنا على مستوى الاحزاب الشراكيه والاحزاب الديمقراطيه على المستوى الدولي، من اجل انهم يبعثوا دي ديليغاسيون ولا بعثات اللي كتمثل الفرق البرلمانيه ديالهم. من طبيعه الحال حنا الاساس عندنا هو انه نقدروا نخلقوا واحد التنسيقيه دوليه ديال هاد البرلمانيين الشباب اللي هما اقل من 35 سنه، بحكم انه السن منخفض، هادو قاده حزبيين وقاده على مستوى المؤسسات البرلمانيه، يعني ممكن الاستثمار فيهم، ممكن الاشتغال عليهم على المدى المتوسط والمدى البعيد بحكم صغر السن، وايضا ممكن خلق واحد التنسيق مباشر ما بين هاد الفرق البرلمانيه داخل هاد البرلمانات، شنو هي المواضيع اللي كيشتغلوا عليها، شنو هي المشاكل اللي خدامين عليها، شنو ممكن يستافدوا من بعضياتهم. في لو ديغولمون من طبيعه الحال اللي باقي عندنا ديال المنتدى غادي يكون عندنا بزاف ديال لي بانيل اللي عندهم علاقه بجميع القضايا اللي هي مهمه بالنسبه للطيف الاشتراكي والطيف الاشتراكي الديمقراطي، يعني عندنا قضايا النساء، عندنا قضايا البيئه، عندنا قضايا الشباب بشكل كبير كنناقشوها، عندنا خبرات دوليه هنايا كبيره اللي هي يعني اشتغلت بشكل كبير على مواضيع مهمه، عندنا نواب رؤساء برلمانيين بحال نائبه الرئيس ديال البرلمان الكولومبي، وحنا عارفين انه المساله هي مهمه بحكم العلاقه ديال المغرب مع كولومبيا، يعني ممكن تعطينا واحد الفرصه ديال التواصل بشكل كبير، عندنا الكاتب العام الرئيس ديال الشباب الاشتراكي العالمي، رئيسه لجنه ومراقبته، يعني ممكن نقولوا اليوم بانه في مراكش مجموعه كل القيادات الاشتراكيه الدوليه لا الشابه ولا الكبرى. شكرا.